السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة أمل كيتشن. اليوم وصفة ديالنا من سلسلة وصفات رمضان، وهالوصفة هي البطبوط أو المخمر اللي كيجي مورق. ونبداو على بركة الله. في المقادير عندي هنا زلفة ديال الدقيق وزلفة ديال السميدة الرقيقة، وغادي نضيفو معلقة ديال الخميرة المعجونة في الجانب. وغادي نزيدو رشة ملح، غير شويه ديال الملحه، وغادي نضيفو معلقه ديال بيكنج باودر، معلقه ديال الخميره ديال الكاطو، غادي نزيدو الماء في الخميره المعجونه ونعجنوه شويه حتى يولي تدوب لينا. غادي نخلطوا كل شيء، وتدريجيا غادي نزيدوا الماء وتنجمعوا العجينه ديالنا شويه بشويه الماء دافئ. غادي ندلكوا العجينه لمده 5 دقائق حتى نحصلوا على عجين متماسك. غادي نغطيو العجينه ديالنا وغادي نخليوها ترتاح حتى يتضاعف الحجم ديالها. انا خليتها مده 30 دقيقه نصف ساعه، ومن بعد غادي نخرجوها. من بعد ما خمرت العجينه ديالنا لمده نصف ساعه، غادي ندهنوا يدينا بالزيت وغادي نقسموا هذيك العجينه كويرات صغار. غادي نغطيو داك الكويرات ونخليهم يرتاحوا غير مده 5 أو 10 دقائق، يرتاحوا شويه يطلقوا. وفي مكان العمل من بعد 10 دقائق كندهن البلاصه اللي غادي ناخذ الكويرات ونطرقهم. كناخذ الكره الاولى وكنطرقها بالزيت غير شويه، وكنضيف لها الزبده والسميد الدقيق والسميده الرقيقه، وكنحطها في الجانب، وكناخذ كره اخرى وكنطرقها بنفس الطريقه وتقاده وحده.
كندهن بالزيت كما كتشوفوا، كندير الزبده وكندير السميد، السميدة رقيقة، وغادي نحط وحده فوق وحده، وعاد غادي نطرقهم تيوليو ترانسبارون، تيوليو رقاق. في نفس الوقت كان ندهن بالزيت شويه الزيت باش يسهل عليا يوليو رقاقين على هذا الشكل هذا. كندهن بالزبدة وكنرش بالسميدة الرقيقة، وكناخذ الجانب بحال هذا الشكل اللي كتشوفوا، عاوتاني كندير الزبدة والسميد، وناخذ جنب آخر بحال غادي نشكل من هاد الجنب مدلات، وكندهن عاوتاني كذلك بالزبدة والسميدة والزيت. انا هاد الطريقة كنديرها غير باش يجيني المخمر مورق، وكندهن عاوتاني كذلك الجهة الاخرى، كنجيب الجهة الاخرى الجانب الاخر وندهن بالزبدة والزيت، وكنكرر العملية حتى نحصل على هاد الشكل هذا. عاوتاني تنجيب جنوب الجناب الاخرين وكنحطهم عاوتاني بحال هذا الشكل هكا لايك سو. بهذه الطريقه هذه انا كيجيني المخمر مورق. وكنجيب الجناب كلهم وكنحطهم في النقطة اللي لداخل، كنجمعهم بحال هذا الشكل هكا، وكنحصل على كرة. كما كتشوفوا بحال هكا، وكنحطها وكنكمل هذوك الكريات اللي قسمت كنكملهم كلهم، وكنخليهم يرتاحوا شي شويه، وغادي نشوفكم باش نبغيو نخبزوهم.
من بعد ما خليتهم ارتاحوا كيضاعف الحجم ديالهم شي شويه. ودابا غادي نخبزو المخمر ديالنا. غادي نبسطو الكريات ديال المخمر ديالنا باش نحصلو عليهم. ما غاديش نضغط عليهم بزاف لان ديجا هما كرات صغار. وغادي نوضع شويه ديال السميده رقيقه. وانا ديجا حطيت المقله تتسخن. انا عندي مقله عاديه ولكن ما كتلصقش. على جوج جهات حتى يتحمروا. وهو المخمر والبطبوط ديالنا وجد وكيجيبها مورق بحال هكذايا. وكنتمنى الوصفه تكون عجبتكم. وما تنساوش تبارطاجيو لي فيديو ديال امل كيتشن. ولا كنتو جداد تسجلوا في القناه. بسلامه ونشوفكم في فيديو جديد. ثانك يو.